أكتو كونسو. رجعنا لكم من جديد مواصلين معكم حتى ال 11 في أكتو كونسو. موضوعنا يهم ما تم تداوله بخصوص القروض، قروض من الصناديق الاجتماعية. برشا فتوانسة رحبوا بالفكرة هذه وقالوا ممكن تكون حل البرشا عبيد عندهم نوع من يحبوا يعملوا حاجة، يحبوا في مخهم أنهم عندهم بعض الأفكار يحبوا يوصلوا لها، ربما يلتجؤوا إلى القروض هذه. اليوم هل المقدرة الشرائية متاع التونسي تسمح لمثل هذه القروض؟ هل هي ربما حل يمكن يعاون نوعا ما التونسي على الرغم من أنه قرض معناتها يبقى من القروض، لكن ربما تكون معناتها فرصة لأنه التونسي يحسن شوية من مستوى عيشه؟ الإجابة تكون من عند رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سي عمر ضيا. أهلا وسهلا ومرحبا بك سي عمر. اهلا وسهلا ومرحبا، صباح الخير لكم ولكل مستمعين. مشكور جدا على التدخل معنا. قراءتك لقرار منح القروض من الصناديق الاجتماعية؟ هو القراءة، خلينا نقول انه هذه الاجراءات جاءت ربما في سياق التوجه الاجتماعي ربما للدولة، ثم كذلك الحقيقة ان المدة الأخيرة كان ثم تذمر كبير من البنوك ومن اسناد القروض ومن وما يترتب عليه من فوائد الى اخره، فبالتالي هذه الاجراءات هي قديمه وقع التخلي عليها في فتره ما، اليوم عادت معناها من جديد هذه الصناديق اللي هي يمكنها انها معناها تعطي بعض القروض للمواطنين اللي خاصه بفائض معناها او نسبة فائض ثابتة غير مرتبطة ب معناها لا التضخم ولا التأمين. لما حال هذا اجراء مهم في هذا الحال لانه يساعد خاصة احنا نشوف على خاصة نسبة التداين عند العائلات التونسية تزداد، وهناك خاصة القروض الشخصية اللي هي تذهب لدراسة الابناء ونجد أن الناس تستثمر معنا في دراسة الأبناء نتاعهم ويحتاج لهذه الدروس الشخصية حتى بطبيعة الحال يواجه معنا هذه التكاليف. كذلك أنه العائلة التونسية معناها منخرطة بطبيعة الحال دائما في رفاه الماء، وبالتالي كل الناس يأخذوا في التصريف معنا قروض باش يحب يطرهد باش يسافر باش يصيف إلى آخره. على كل حال مش ندخل في التفاصيل أين ستصرف هذه القروض، لكن عموما هذا الإجراء يعني مهم باعتبار انه سيخفف نوع من الضغط او من السلوكيات ربما البنوك اللي تتذمر منها كل المتعاملين مع البنك، يعني لانه الصناديق ربما تكون القرض نتاعها ميسر منها اقل من البنك وبفوائد اقل وخاصه فوائد معناها ثابتة متفق عليها منذ البداية. الشروط ربما سي عمار، فمع بيت تسائل تقولك زعما كيفاش باش تكون شروط اللي تخول معناها لشخص أنه يتحصل على القرض؟ هو أنا الحقيقة ما عنديش شروط، لكن نعرف وإحنا كل 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 إجراء أكيد فيها شروط. ما مش ممكن زاد إنسان نتصورها أقول هكذا، نتصور أنها مش تكون مرتبطة بإمكانيات كل 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 فئة اجتماعية. معناها مش الانسان زاد يكون مثلا يخلص في 600 دينار ينجم ياخذ قرض ب 100 مليون ولا بعدين ما عادش ينجم يرجع حتى على 50 عام. اكيد انه هذه التفاصيل نتاع الشروط والمدى والنسبة الى اخره، هذه كلها تفاصيل اكيد سيقع منها الاعلان عليها بطبيعة الحال، اما على منها يعني للعموم او ربما كل انسان معناها مهتم بهذا الجانب اكيد انه عندما يقدم الاداره اكيد سيواجه او سيحصل على كل هذه الشروط. علما وانه نتصور انا مثلا من الجيل اللي كنت قبل خذيت قرض من السينار بي اس وقتها قرض نتاع سياره، يعني ما فيهاش هي فقط انت موظف عندك معناها منخرط عندهم يعرفوا عليك كل شيء، لكن الطاقة معناها تسديد المبالغ هذيك تسمح لك، فبالتالي يعطوك النسبة اللي هو مسؤول عليها لك عشر، أنه بطبيعة الحال ثم سقف ما نجمش يزاد شهريتك كلها تسدد بها القرض وتقعد من عينتك معناها من غير مدخول. أكيد ثم توازن لابد من احترامه، وهو نصور هذاك الإجراء اللي مش يكون محدد.
الاجراءات كما قلت تكون انها تتلائم مع انه تحظى بالقرض هذاك، وكما قلت تحافظ على مستوى معيشي معين. لكن المبدا معناه سي عمار في الامر هو انه يعتبر ملاذ اليوم نوعا ما للتوانسه، او ما يعبر عنه بالمتنفس عند بعض التوانسه. والله هو الحقيقه احنا اللي لاحظناه، انا لاحظناه هو ان الحقيقه كمنظمه اشتغلنا على هذا الموضوع، اشتغلنا عليه الحقيقه بهدوء، ما مشيناش ربما للميديا وقعدنا معناها نحكيو. البنوك اليوم ثم نظره سلبيه للبنوك وتذمرات من كل الناس، معناها شفنا احنا يعني المواطن العادي، الشركات، المؤسسات، الاداره، المسؤول السياسي، الناس كلها تتدمر من الـ من الـ من البنوك، وتم من يوصفهم بالمستكرشين ثم الى اخره. وبالتالي انا نشاور انه هذا الاجراء من الصناديق مش يكون متنفس لكثير من التونسيين. وفي نفس الوقت انا الحقيقه احنا جلسنا كمنظمه مع معناها في البنك المركزي، وجلسنا مع معناها الهيكل اللي لمد البنوك، وواجهناهم قلنا لهم راهو لابد من انكم تعملوا شيء معناها لفايده معناها حتى معناها ربما تصلحوا الصوره نتاعكم لدى عمومه تونس، لانه لك تقول سمعه تاع البنوك او معناها الخشيه راهو مش يكون مؤثر حتى على بعض الشركات والتنميه والاقتصاد الى اخره. بالتالي لابد من ان تكون هذه الصوره شفافه وواضحه، وطريقه التعامل تكون واضحه، ويلزم نصلحوا هذه الصوره المعتزه. والحقيقه احنا معناها واجهنا هذا النصح بطبيعه الحال ما على معناها البنوك، الا انهم كذلك يحترموا الاجراءات ويحترموا القوانين ويفيقوا اللي هم يلزمهم يتوجهوا للتوانسه ويصلحوا هذه الصوره السلبيه، وخاصه يتعاملوا بكل شفافيه وبكل وضوح، باش يكون التونسي بطبيعه الحال عنده الحق باش انه يعرف كيفاش يعرف اللي ليه وما له وما عليه. اي اللي ليه واللي عليه يعرفوا، وقت اللي يقدم معلومه يلقاها بالسلاسه المطلوبه، وقت اللي يطلب تدخل يلقاها بالسرعه المطلوبه. معناها هذه هو ربما المطلوب باش تتحسن العلاقه بين المواطن والبنوك. خاطر احنا الحقيقه احنا دعونا كمنظمه، احنا ساهمنا باش نبدو واضحين. احنا مشينا في برنامج مع البنك المركزي، مشينا للهيكل الجهوي نتاعنا وعملنا لهم معناها دورات تكوينيه في المجال الثقافه البنكيه والتامين. معناها حابين نقولوا للتوانسه ها هو شنو معناها بنك، ها هو التعامل مع البنك، ها هي نوعيه القروض، ها هو شنو معناها فائض، ها هو شنو معناها الى اخره. سلحناهم بالمعلومات الدقيقه باش نجموا كذلك يكون المواطن على بينه من هذا. اليوم في التف... في التف... في التف... في المواجهه لينا هي البنوك اللي هم ممثلين في هيكل اللي هو كان جمعيه البنوك اللي هم اصبحت مجلس، ما عليهم هما كذلك انهم يثقفوا حتى الناس اللي يخدموا في الـ في الـ في الـ في, الـ في البنوك. حتى اليوم ما عندهمش ثقافه في العلاقات العامه، انسان يبدا وقت معناها في كيشي يخدم ربما عنده الكفاءه نتاعه في المجال البنكي والمجال المالي، لكن عندما يقصد واحد باش يفسر له حاجه ولا استكراه يقول له هذاك هو السيستم، يقول له السيستم اش بيك نحيتني الشهر هذا لقيت قطعوا لي فلوس باش نعرف شنو هو سيل السيستم، دونك الناس الكل تحط في السيستم. قالوا لك هذا مش معقول، من المعقول انك تفسر لي انا بالضبط الفلوس اللي تنحت لي هذيك نتاع شنو هو؟ وكان مش تفهمها انت، وبالتالي هما لازمهم يبذلوا مجهود باش معناها يفسروا الخدمات نتاعهم، لانه اللي يعرض منتوج للبيع او يعرض خدمه هو مطالب باش يفسر لي كيفاش نستعملها والمود دومبلوا نتاعها وكل ما يخصها، فبالتالي ما هو موكول لهم هما توا انهم يتحركوا شويه ويعملوا برنامج. واحنا كمنظمه الحقيقه اقترحنا عليهم انه احنا يعني مع الهيكل نتاعنا نجموا نلعبوا دور في هذا، على شرط انه كذلك هناك من السلبيات، هناك من ثم عدم احترام للقوانين، عدم احترام لمناشير البنك المركزي خاصه في مخصك معناها لي كونت جيلي هذوما اللي هما الناس ما سكرش الحساب نتاعه وقعد خمسه سته سنين بعثوا له توا معناها هذاك نرسل المهم على شركات استخلاص ويقول له منحبوا منك فلوس لازم تخلصها ويحط له اسمه في القائمه السوداء في البنك المركزي، ما عادش ينجم ياخذ قرض كان عنده معناها باش ياخذ سياره ولا باش يبني ولا باش يعمل شركه ولا اخره. فبالتالي هذه من الحقيقه حاجات سلبيه لابد ان نصلحها ونتجاوزها باش يكون التعامل معناها واضح وكل واحد ياخذ الحقوق نتاعه بكل شفافيه. وهذاك علاش احنا امام هذا
امام هذه الصوره السلبيه اللي موجوده اليوم. كيف نشوفوا احنا الدوله اخذت معناها هذا الاجراء وفتحت هذه النافذه، فاكيد ستكون النوع متنفس، وهذاك علاش كثير من السلفيين يعتبروها نوع من الحل او نوع من المتنفس اللي هو جاء باش ينقذهم من هذا التعامل مع المؤسسات البنكيه. واضح، مشكور جدا سي عمار رضيع على هذا التحليل، هذا التفسير. نحن ديما في متابعه لكل التطورات اللي تهم الملف هذايا، كل اجراءات، كل التفاصيل، ربما الشروط، المده، كل ما يهم التفاصيل نتاع القروض هذه. ان شاء الله في مناسبه قادمه يكون عندنا ممثلين عن الصناديق الاجتماعيه يدخلوا معنا ويفسرونا كل الاجراءات اللي تم منظوريهم. مشكور جدا، الحوار كامل تلقاوه على قناه يوتيوب اكسبريس اف ام. احنا مواصلين معاكم في شارع تونسي حتى ال11، نرجعوا لكم بعد موعد الأخبار.